أهلا بكم في قناة جوابك. حلقتنا اليوم عن منافسة أشرس وأعنف المقاتلين المغاربة، الشاحنة المغربية جمال بن صديق ضد الأسطورة بدر هاري. نتحدث عن نقاط القوة ونقاط الضعف بين كلا المقاتلين. هل أنت مستعد؟ هيا بنا. أولا، جمال بن صديق وحش مغربي يصل طوله إلى مترين، يمتلك لكمات شديدة العنف، عادة ما ترسل خصمه إلى النوم العميق. لديه قدرة هائلة في الإطاحة بمنافسيه، بالإضافة إلى قوة تحمله العالية التي تجعله قادرا على تحمل الضربات العنيفة. نقاط ضعف جمال هي ضعف لياقته البدنية، فعندما يصل إلى الجولة الثالثة أو أكثر يصبح منهكا ويفقد نصف قوته، وهذا هو ما يجعل بعض المقاتلين يستغلون هذه النقطة. فمثلا عندما واجه الوحش ريكو فيرهوفن، فاز على ريكو في أول مباراة بينهما، ولكن عندما أدرك ريكو قوة جمال في الجولات الأولى كان يعتمد الاحتفاظ بقوته حتى الجولة الثالثة، فكان يكتفي فقط بالدفاع، وعند بداية الجولة الثالثة يبدأ الهجوم. وبالفعل انتصر ريكو على جمال بهذه الطريقة في المبارتين التاليتين من المباراة الأولى. ولكن يعمل جمال على تحسين نقطة ضعفه حاليا وزيادة لياقته البدنية. ثانيا، بدر هاري من أكثر المقاتلين عنفا عالميا، يمتلك ضربات شديدة القسوة تجعل أي خصم له ضحية تذهب إلى عالم الأحلام بعد ضربة قاضية شديدة القسوة. بدر من أساطير لعبة الكيك بوكسينج، يمتلك سجلا مخيفا يصل إلى 106 انتصارات، منهم 92 فوزا بالضربة القاضية، وكانت الكثير من هذه الضربات تحدث من الجولة الأولى فقط، وحقق هذا السجل مع مقاتلين مخيفين. هل تعلم أن بدر كان يمر عليه سنوات ويسحق الجميع بالضربة القاضية؟ لديه عزيمة وإرادة حديدية في تطوير لياقته وأسلوبه القتالي. نقطة ضعف بدر هي عصبيته الشديدة، يدخل أي نزال ويريد أن ينتصر بالقاضية في جولة واحدة فقط، وهذا خطأ بالتأكيد. هناك قانون في عالم القتال يقول إذا بحثت عن الضربة القاضية فاعلم أنك ستسقط بها، ولذلك الآن يتفادى بدر هذه المشكلة ووعد الجميع بأنه سيتغير. والآن ما رأيك عزيزي المشاهد؟ من سينتصر برأيك؟ هل هو الدبابة المغربية جمال بن صديق أم الأسطورة بدر هاري؟ اترك لنا رأيك في التعليقات، وللمزيد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو قادم. شكرا وإلى اللقاء.